صغيرة كاينة في كل شيء في المجال. وي نقدر نقول لك حيت كتلقى بعض المرات كيكون شي واحد كيحس بالحقره ولا بالظلم الا كيشوف هو راسو ما خدمش، وكاينين بعض الوجوه اللي كيخدموا ديما، ولكن هذا الشيء ماشي راجع ليه ولا راجع لهذاك اللي كيخدم. هذا الشيء اختيار ديال شركه الانتاج، يعني هي اللي كتختار، كتشوف الناس اللي باغا تخدم معهم، كتشوف الممثل الانسب للعمل، فهمتي؟ دونك باش تكون مساله صغيره انا ضد هذه القضيه، زعما انه ممثل غير من ممثل حيت خدم وهو ما خدمش. هذاك شيء ارزاق بيد الله، هو ربي مكتب لي انه صراحه انا كنامل بارزاق اكثر، وجهيات كاينين، ولكن الا كان هذاك الممثل في الدور راه في الدور، الا كان هذاك الممثل تعطاتو فرصه اللي ما عرفش ليها حيت هذاك صاحبه، فراه ما كتلعوش تلقاه في دي بروجي اخرين. كنشوف هذاك الشيء اللي كيطلع عليا كنبرقق شويه صافي. ما عندي ما نقول، حيت كل واحد كيقلب على داك الشيء اللي الا كانت بالك فيديو اللي ما اللي فيه التفاهه ما تسوقش راه غتحيدو، ما غاديش يطلع لك مره اخرى. كاينين صداقات حقيقيه وكاينين صداقات ماشي، كاينين مزيفه وكاينين صداقات اللي معارف، فهمتي؟ كاينه انت صاحبتي معرفه ديالي، ومالوغوزمون كون الناس ما بقاوش كيفرقوا ما بين انت معرفه ديالي وبنتي صاحبتي، حيت الصداقه واحد الكلمه اللي ما كتديرش اي واحد، بالنسبه لي انا ما كنقولهاش لاي واحد. وكاينين معارف اللي غنتلاقى بهم في ايفينمون، غنتلاقى بهم في تورناج، غنتلاقى بهم في عمل، غتكون واحد المعرفه بيني وبينهم، ولكن ما غنقولش عليك صاحبتي، حيت صاحبتي هي اللي كتكون قريبه ليا، اللي كنتشاركوا الاسرار انا وياها، اللي بزاف د الحوايج. يعني باش نقول لك انه كاينين وي صداقات مزيفه، كاين صداقات حقيقيه، وهادشي صراحه كاين في كاع في كل شيء. كيجبدوا صداع هذوك الكليكات والله كيوليو بحال داكشي ديال شنو تيقولوا لهم داك الكليكات. صراحه ما عرفتش، هما غير كتلقى واحد الصحاب بيناتهم كتلقاهم هذوك اللي وبصح، وكتلقى بين هذيك الكليكه وديك الكليكه وهذيك الكليكه كاينه واحد الحزازه، فهمتي؟ كاين واحد شويه نبان عليك، ولكن صراحه ما انا كرتاح مع صحابي، يمكن بوتيتغ كما كان ما كنرتاحش مع هذوك، ولا ما كنعرفهمش، ما نقدرش نحكم عليهم، ولكن انا كنعرف صحابي اللي دوزت معاهم سنين وانا كنعرفهم ومعاشره معاهم، قراب ليا وقفوا معايا وقفت معاهم، هادشي حيت ميمكنش تعرف كلشي، ميمكنش راه خايبه انك تكون كتعرف مصاحب مع كلشي، ولا تكون عندك كتعرف هاد الجماعه وماشي كتعرف هادوك اللي وكتكون مع هادوك اللي هادي خايبه. دونك انا بالنسبه ليا عندي واحد صحابي اللي كنرتاح معاهم واللي كنعرفهم سنين هادي، وهما اللي كنكون معاهم زعما ملي كنعرفهم انهم غيكونوا في شي ايفينمون كنقول كنمشي لهم انا مرتاحه، كنقول لها حتى نتلاقى بالدراري صحابي. صراحه نمشي مزيان في الخدمه ديالي، في لا كارير ديالي، ماديا ومعنويا بطبيعه الحال، حيت الجانب المادي دابا ولا مهم. صافي هادشي اللي كاين، نكون مرتاحه مع راسي، نحقق الذات ديالي، نشوف راسي وانا كنعطي واحد الاعمال، ولا كندير داكشي اللي انا باغا وناجحه فيه، وكنديرو على حق وطريق، وماشي غير كنخربق ولا كنديرو على قبل الفلوس. انا ما كنتبعش لي بروجي على قبل الفلوس، كندير الحاجه الا كنت انا عجباني ولا كنت مقتنعه بها، اما باش غير نبان انا كنتفادى ما نبانش، ونهار نبان في شي حاجه اللي زوينه. اهم المواصفات باينين، المعقول، الاحترام، ديك النيه ديال شحال هادي، حيت التنيه ديال دابا راه ولات غاني واحد النيه ديال
فيها واحد الكونطرا شويه وكتمشي. تكون نيه زوينه المعقول والاحترام هادو هما اساس العلاقه. يعني غيكونوا الشخص اللي انا معاه غيتوفروا في هاد المواصفات هادو، راه ما غيكونش مشكل انه يحترمني ويكون نيته زوينه معايا وغيكون معقول معايا. راه كنظن انه كاع المشاكل اللي غيجيو من بعد غادي يتحلوا بما فيهم المشاكل الماديه. التجربه ديالي في مسلسل الاشهاده هي واحد التجربه متميزه بزاف وزوينه وهي من اسهل التجارب اللي عشت، حيت كانت ثالث مره كنخدم مع شركه الانتاج ديسكونيكتد في شخص خالد النقري ونجاة قبي، وثاني مره كنشتغل مع المخرجه صفاء بركه. دونك فاش تعرض عليا العمل كنت فرحانه ومرتاحه 100% حيت عارفه لي كونديسيون اللي غنخدم فيهم، عارفه لا ديريكسيون اللي غتكون من طرف صفاء بركه. دونك كنت مرتاحه والحمد لله ربي ما خيبناش. السلسله حتى لقات نجاح كبير وعجبت الناس. دابا راه كنخرج كاين سناء نوهال سناء نوهال، دونك الحمد لله البيرسوناج ماركه عند الناس، وهذا شرف ليا حيت كتفرح بينك وبين راسك ملي كتعطاك واحد الفرصه ولا واحد شي واخا تخدم حتى 100 عام دير واحد الكارير فيها 40 عام غتبقى ديما. فاش كتشوف شي عمل اللي خدمتيه وهذاك البروديكتور ولا هذاك المخرج ولا المخرجه عطاك هذيك الفرصه يعني تاقفك راهن بيك فواحد البيرسوناج فواحد العمل اللي غادي يدوز قدام الناس، دونك تاقفك خاصك تكون قد هذيك الثقه. انا الحمد لله عمر ربي خيبني اي بيرسوناج الحمد لله تيتمارك عند الناس، وهادشي كيخليني نكون زعما مرتاحه تنقول الحمد لله ما كنت قد الثقه اللي تعطاتني سواء اللي عطاها لي خالد النقري ولا صفاء بركه. كلمه الجمهور فنانه كنقول لهم شكرا على التتبع ديالكم الاعمال اللي شاركت فيها، شكرا على الرسائل ديالكم، ويا رب ان شاء الله نكون ديما عند حسن الظن ديالكم.